السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عسى جميعكم بصحه وعافيه. ومشوف هذا الفيديو انا عبد الهادي من قناه فيزين ادوارد شاند، لانه عم نقضي وقت كتير كبير على قنوات اليوتيوب او على الصفحات الموجوده على الفيسبوك، فحبيت ساوي فيديو بسيط يشرح عن اهم القنوات واهم صفحات الفيسبوك الموجوده اللي ممكن يستفيد الشخص منها المقيم بالمانيا. خلينا نشوف التفاصيل سوا. رقم واحد، حنحكي عن القنوات الخاصة بتعليم اللغة الألمانية. رقم واحد بتجي عنا قناة الأستاذ حسن إسماعيل، أستاذ مصري بيطرح القواعد اللغة الألمانية بشكل كتير مبسط ومفيد. رقم اثنين، أستاذ خالد بوزان، أكيد الكل بيعرفه، أيضا بيحكي عن الحياة بشكل عام بألمانيا وعاطي دروس كتير قيمة بتعليم اللغة الألمانية والقواعد بشكل كتير مبسط وسلس. رقم ثلاثة، بتجي عن قناة سليمان أبو غيدة، بيحكي عن الحياة بشكل عام بألمانيا وأيضا بيعطي دروس للدي اس ها أو ديس داف بشكل مبسط وسلس. أما تعليم قيادة السيارات بألمانيا فبتجي عن قناة ياسين، تعلم القيادة مع ياسين، بيحكي عن الأسئلة النظرية بشكل عام وبيشرحهم بشكل مبسط، وأيضا بيحكي عن الفحص النظري وبيساوي فيديوهات عملية كيف الواحد ممكن يتعامل بداخل الفحص مع الفحص. وأيضا بمجال تعليم القيادة بيجي عنا برنامج وتطبيق عرب فاغن، وأيضا الصفحة الموجودة على الفيس إن شاء الله بيحكي عنها بفيديو قادم بشكل مفصل. وأما القنوات اللي بتشرح الحياة بشكل عام بألمانيا فبتجي عن المرتبة الأولى قناة مصعب شبع ميدروس طب، أنا حكيت قبل فترة عنه، بتلاقوا بتوصيف الفيديو طبعا كل القنوات اللي حكيت عنها. رقم اثنين، قناة مع أحمد بيحكي بشكل عام عن الحياة بألمانيا وأيضا أي شيء مثلا عن التأمين الصحي أو أي معلومة مفيدة ممكن هو تتوافر عنده بيساويها كشكل فيديو وبينزلها لتستفيد العالم. أما رقم ثلاثة، قناة جيرماني تيك مع أياز، الواحد بيقدر يستفيد منها عن معلومات عامة عن الحياة وأيضا بيقدر يستفيد منها معلومات على الأوسبيلدونج، لأنه أياز عم يساوي أوسبيلدونج بتقدر تستفيد منه بمعلومات عامة. أما عن أفضل الصفحات الموجودة فيرتقص في ألمانيا للأخ علي دزريتا إن دوتشلاند، صفحة كتير مفيدة بتورجيك توقعات الجوية للأيام القادمة. رقم اثنين، صفحة نبيل بريس، بتقدروا تشوفوا وتواكبوا المعلومات أو الأخبار الجديدة الموجودة بألمانيا مترجمة من اللغة الألمانية للغة العربية. أما بالنسبة لمجموعات الفيس، رقم واحد بتجي عنا سورين عن جديد في ألمانيا، رقم اثنين مشاريع الناجحين للأخ الخالدي. أما إذا في شخص عم يمر بمشكلة معينة وبده يوصلها لمنظمة أو بده يوصلها لشبكة إخبارية معينة، فلذلك أنا بنصح إنه يتواصل مع الأخ محمود عفارة اللي ممكن يقدم خدمات كتير كبيرة عن طريق التواصل لحل أي مشكلة ممكن تواجه أي شخص إذا بيقدر عليها بتوصيلها لمنظمة معينة أو يسلط عليها الضوء عن طريق صفحته أو عن طريق الشبكة الإخبارية اللي ممكن هو يتواصل فيها. وهيك بهالحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو. لا تنسوا من الدعاء دعم لايك شير للقناة وللفيديو. بتوصيف الفيديو بتلاقوا كل القنوات وكل الصفحات اللي أنا حكيت عنها موجودة بعبارة عن روابط، أيضا الفيديوهات القديمة اللي أنا شارح عنها عن الأوسبيلدونج أو عن أي شيء بتلاقوا بتوصيف الفيديو. ولا لحقكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للفيديوهات القادمة.